عليكم ومرحبا بكم، معكم وفاء من بيجوتري فاتين. كنتمناكم كاملين تكونوا في صحة جيدة ومرحبا بكم. كنتمنى اليوم تكونوا مزيانين. بالنسبة لليوم بغيت نقترح عليكم هاد الكورميت الخلخال ديال اليد اللي داير دابا اون بروموسيون بيجوتري فاتين وداير البوس بيجوتري فاتين. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. هكا داير الشكل ديالو، هكا خميصة وهكا فيها الكورميت ديال الخاتم وديال اليد، يعني ديال الخلخال. دابا غادي نشوفوا عن قرب كيفاش غادي باينه. بالنسبه للغورميت على هذا الشكل، هذا هكا هكا دايره. كنتمنى تكون واضحه بالنسبه لكم. هنايا السنيسله هكا رقيقه ولكن صح العمل، يعني صحيحه ما كنخافوش منها. وهنايا كاينه سداده وكاينه هنا على حسب اليد، سواء عامره شويه ولا اليد ضعيفه. وهنا كاينه واحد الخميصه هكا كتجي نازله من الكورميت. دابا غادي نشوفوا كيفاش كتجي ملبوسه. كنتمنى الارتيكل اللي اقترحت عليكم اليوم ينال الاعجاب ديالكم. وهكا كتجي اللبسه ديال الخلخال، كتجي على هذا الشكل هذا، كيبقى هكا الناس اللي كيبغوا هذا السيل هذا. سواء كنديروا في هذا الصباع سواء كنديروا في هذا الصباع، يعني على حساب نتوما اشنو بغيتوا. كيجي على هذا الشكل هذا. كنتمنى يكون واضح بالنسبه لكم. والثمن ديالو غزال غزال بزاف. وكاين حتى لاباك ديالو دوميد ولا بغيتوه، وكاين لي بوكل، يعني اللي بغيتو كاين موجود كلشي في بيجوتري فاتين. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. ومن اللور ديالو كتبقى هاد السداده نازله بحال هكا على هاد الشكل هذا. ايوا بالصحه والراحه ومرحبا والف مرحبا بكم.